وكيف تعيش يا مسكين؟ وكيف تعيش يا مسكين؟ والباعي شادر شنحيل.
إذا مش توالا ميت مسويت ما يعزن الوقفية غاث دعو الجبهة الديمقراطية شاركن دايس مجموعة من التنظيمات زيت تنظيمات نقابية وكذلك حزبية إجواري النافع هو أنه الحكومة تخنوش حكومة ترفع الأسعار حكومة بدون حقوق على للمواطن حكومة استهدفت فقط المواطن الضعيف لا إصلاحات يعني ملموسة سياسة التجويع والتفقير سياسة طبقية بكل أمانة شعارات نسمعها سوريا دائما أخرجت أكيد المئات والألاف عبر ربوع المملكة غلاء المعيشة عماص وثيويت صراحة 1700 ربصار أخمين السوارخ 1700 ربصار السوارخ 1600 انتو معتيش نستور والفو ترتمية ذو نين تو مثل غرام صيص اخمين توارا اخمين توارا يالفو سبعمية يرب صار يجن ذا الطاسة ومين وعيزن دواني تذوار يثمثنا الزملاء النغي صحفيين مهنيين سعالي كوراجين يغضرام صيص بول عيون بكل أمانة من يستفق دي يثمثنا غسو يثمثنا باش اذينين الله باش اذينين الله يرفع الأسعار باش اذينين الله الحكومة بأنه المواطن يخصص إصلاحات جذرية يخصص الدعم يخصص المعاونة الله يحسن عون وثاني تخصص تسيوضني برلمانيين غانغ خصص تسيوضني برلمانيين إذا غيتمثل دانيتا ولأنه إني هني جا ذي القبة التشريع مش توالم يعني حتى ذي إني جن يعني ذي التتبع مرة فغن ذي المدن المغرب مرة أولا سنذي الجن أرتجى ماكينة Thank you.
المشاكل قائمة، الحكومة نائمة. الله يحسن عاون، الله يحسن عاون بكل أمانة. دقوز دي بوبري، دقوز دي المسكين، ولكن قلت غير ما الطرف وعنثنيني وذا سنعاوز سير سنت مازيغ تقفل القفوس نقفل القيرس ني برلمانيين برلمانيين نتشكل أولا الأغلبية الحكومية زي سن الحزب الأحرار زي سن بين قوسين الأحرار ني وعادوا فيها النظار زي سن الحزب حزب البام ني غنتراكتور ديس حزب الميزان حزب الاستقلال وكذلك يعني الحزب الحركة الشعبية. حماس وذا سنعقير الصراحة الغلاء المعيشه ممشي كاع يعني يقابله للاسف يقابله غياب الحلول البديله غياب يعني الاقتصاد التضامني لم يعطي اكله خصوصا في الشرق. الناظور يشجي الاعلى نسبه بطاله في الجهه الشرقيه وفي المغرب ككل بكل امانه. التفكير العقيم خصوصا المجالس المسيرة على مستوى المجلس الجهة أو مجلس أو المجلس الإقليمي خطط استراتيجية اللي كياكل فيها الدق هو المواطن البسيط 1700 البصل راه شي حاجة اللي ما يقبلهاش العقل 1300 البطاطا اللي هي يعني الأكلة الوحيدة اللي كانت ديال أبناء الشعب ديال الطبقة الضعيفة المستضعفة 1300 الله يحسن عاون. نهضروا على المواد الأخرى كلهم تزادوا الزيت كل شيء مع العلم أنه روجات هذه المحاكمة هذه المحاكمة ربما خصها محاكمة هذه المحكومة ديال الحكومة يعني ضعف الإبداع الإبداع السياسي ضعف الإبداع الاقتصادي سياسة الاستثمار ضعيفة جدا غياب الحلول حتى أنه على المستوى الاقتصادي الاجتماعي يعني إخفاقات كبيرة بالجملة هذا الشيء اللي خرج هاد الناس هادو كيقولوا كلمة واحدة أنه هاد الحكومة بكل ما تحمل الكلمة معناه حكومة عاجزة حكومة لا تسمن ولا تغني من جوع حكومة تقذف بالمغرب إلى الهوية ذواني تذا وريخ سنذين نيايث مثنى إذا أنا ذاني تشكرا نيايث ماس ويثما يعزن أترقب الفيديو ذواني تذاور شارك نديس يعني الشباب والسورة التنظيمات الحزبية كذلك النقابية شارك انت ذي ستيم غارين كذلك تي بوبريثين زريق شان المناظر اقسم بالله الى سترون ستيت يعني وذان وغاس ان شاء الله يحسن عاون وذني وذان تسمى تقوى سنيغس ولكن اينا اخس بنادم مهني عاون.